اهلا بيكم حبايبي طلاب جريد 4 في درس جديد على قناه برايفت ماث ليسونز. النهارده ان شاء الله هناخد ليسون 3 اللي بعنوان البرايم نمبرز اند الفاكتورايزيشن. في الاول هنتعرف على البرايم نمبرز. مين هم البرايم نمبرز؟ الدرس اللي فات في درس الفاكتورز كنا شفنا ان النمبر ممكن نلاقي له اكتر من فاكتور بيرز، يعني شفنا مثلا ان ال 12 بتيجي من 1 تايمز 12 و 2 تايمز 6 و 3 تايمز 4. ال 12 هنا ما بنقولش عليها برايم نمبر، امال مين اللي بنقول عليه برايم نمبر؟ نمبر زي ال 7. ال 7 لما كنا بنشوف بيجي منين a تايمز a، ما كناش بنلاقي غير مثلا 1 تايمز 7 بس. يعني معنى كده الفاكتورز بتوعه ال 1 ده اساسي والنمبر اتسلف ده برضو اساسي. ومن هنا هنعرف البرايم نمبر ونقول ان البرايم نمبر is a whole number that has only two different factors which are the one and the number itself. التعريف ده يا اولاد مهم جدا تبقى انت حافظه وفهمه كويس. يعني ايه برايم؟ برايم ده نمبر ملوش فاكتورز خالص الا ال one والنمبر itself. طيب نيجي نشوف مجموعه امثله كده على البرايم. الثري مين الفاكتورز بتوعها؟ A باي A يديني 3، ما عنديش غير 1 تايمز 3 بس. في حاجة تاني؟ مفيش. يبقى الفاكتورز بتوع ال 3 ال 1 والنمبر اتسلف وال 3 نفسها، عشان كده هنقول إن ال 3 برايم نمبر. إيه كمان؟ ال 5، إيه في التيبل عندك يديك 5؟ مفيش خالص غير 1 تايمز ال 5. وطالما ال 5 ملهاش فاكتورز غير ال 1 والفايف نفسها، بنقول على الفايف ان هي برايم نمبر. طب ناخد امثله كده على الحاجات اللي مش برايم. الناين ليه ما نقولش عليها برايم؟ نوت برايم ليه؟ عشان الناين بتيجي من 1 تايمز 9 وفي كمان 3 تايمز 3. خلاص طالما قلنا حاجه ثانيه يبقى مش برايم على طول. ال 12 ممكن يجي من 2 تايمز 6، ممكن يجي من 3 تايمز 4، ليه فاكتورز كتيره. امال هو عشان يبقى برايم لازم يكون الفاكتورز بتوعه ايه؟ 1 و12 بس، وده مش موجود، هو ليه فاكتورز كتيره. عشان كده ال 12 بنقول عليه برضو نوت ايه؟ نوت برايم. طيب مين هو اول برايم عندي؟ اول برايم عندنا النمبر 2، لان ال 2 عندنا بتيكوال 1 تايمز ايه؟ 1 تايمز 2. يبقى انا عندي ال 2 برايم. يجي بعديها مين؟ ال 3. يجي بعديها مين؟ ال 5. طب ليه ما خدناش الفور؟ لان الفور بتيجي من 2 تايمز 2، لكن كل دول ما بيجوش الا من ال 1 تايمز النمبر اتسلف. بعد ال 5 مين؟ ال 7. ها ال 8؟ لا 2 تايمز 4. ال 9 3 تايمز 3. ال 10 2 تايمز 5. في فاكتورز غير 1 تايمز النمبر. ال 11 11 معانا. ال 13 برايم. ال 17 برايم. وهنتعرف بعد كده على الباقي. طب يهمنا بقى نعرف ال 1 هل هو برايم اور نوت؟ هو لازم يكون ايه؟ لازم يكون ليه 2 فاكتورز. هل ال 1 ليه 2 فاكتورز؟ ال 1 بيجي منين؟ من 1 تايمز الايه؟ تايمز ال 1. دول كام فاكتور؟ دول 1 فاكتور. يبقى هو الشرط مش متحقق فيه، لازم يكون ليه 2 فاكتورز، ال 1 والنمبر اتسلف. لكن هو ال 1 متكرر، يبقى انا عندي ال1 هنعتبر ان هو نوت برايم. يعني البرايم نمبرز مين اول نمبر فيهم؟ اللي هو ال2. طب وبالنسبه للزيرو، هل ممكن نعتبر الزيرو برايم؟ هو يا مستر مش الزيرو بيجي من 1 تايمز الزيرو؟ يبقى انا عندي ال1 تايمز النمبر اتسلف، يبقى احنا ممكن نعتبره كده برايم. اقول لك لا، ما هو الزيرو برضو ممكن يجي لي من 2 تايمز 0، ليه فاكتورز ثانيه، وممكن يجي لي من 3 تايمز 0، وممكن يجي لي من 4 تايمز 0. احنا قلنا ان الزيرو كل النمبرز بتعتبر فاكتورز ليه، لان اي حاجه تايمز 0 بيديني 0. يبقى برضو الزيرو مش هنعتبره برايم، هو والايه؟ هو وال1. يبقى انا لما يجي لي سؤال في الكومبليت او اللي تشوز ويسالني عن ال1 وال0، نقول له ايه على طول؟ نقول له ال1 وال0 نوت برايم. تعالوا يا اولاد نشوف بعض الملحوظات المهمه قوي. اول حاجه عندي لازم نعرفها ان البرايم نمبر از ديفيزيبل اونلي باي 1 اند اتسلف. يعني مثلا ال13
ديفيزبل اوفر ايه؟ ما قداميش غير ال 13 وغير ال 1، يعني ال 1 اند اتسلف. اي برايم؟ يعني لما نقول هل ال 13 ديفيزبل اوفر 2؟ مستحيل. ديفيزبل اوفر 3؟ مستحيل. 5 مش ممكن، ملهاش غير ال 1 وال 13. طيب ايه تاني؟ اي كومبوزيت نمبر؟ يعني ايه كلمه كومبوزيت نمبر؟ كومبوزيت نمبر يعني ليه اكتر من فاكتورز، يعني مش برايم. يعني ال 12 مثلا بنسميها كومبوزيت نمبر عشان ليها اكتر من فاكتورز. ليها مين؟ ليها 1 تايمز 12 وليها 2 تايمز 6 وليها 3 تايمز الايه؟ ال 4. ده بنسميه كومبوزيت، يعني متركب من بيرز كتيره، مجموعه كبيره من الفاكتورز. هنا عايز يقول لنا ان الكومبوزيت ده نمبر لازم يكون اكبر من ال 1 وليه اكتر من 2 فاكتورز. طب مين اللي ليه 2 فاكتورز اونلي؟ البرايم. البرايم نمبر ده نمبر ليه 2 فاكتورز اونلي. هقولها تاني، ال 1 والنمبر اتسلف. طيب هيجي دايما يسالني سؤال مهم قوي، هيقول لي وات از ذا سمولست برايم نمبر؟ لازم نحفظها دي تماما، اللي هو مين؟ اللي هو ال 2. السمولست برايم نمبر يا اولاد از 2. طيب سؤال تاني مهم، هيقول لي كل البرايمز اود ما عدا نمبر واحد بس ايفن، اللي هو مين؟ اللي هو برضو ال 2. يعني كل البرايم يا مستر اود؟ كلهم اود، الوحيد اللي ايفن ال 2. طيب تعالوا نتعرف كده على البرايم نمبرز من اول ال 1 لحد ال 100. اول واحد مين؟ التو، وبيجي عليه اسئله كتير. يعني هيقول لك كده all prime numbers are odd except نقط، تقول له التو. يلا نشوف الباقي، 3 5 و7 و11 و13 17 19. طيب هسالكم سؤال، ليه ما يكونش البرايم ايفن؟ ليه؟ لان احنا قلنا ان الايفن نمبر ده divisible by 2. اي ايفن نمبر divisible by 2، وطالما ديفيزبل باي 2 يبقى التو فاكتور، واحنا قلنا ان البرايم الفاكتورز بتاعته يا 1 يا النمبر اتسلف، يبقى مستحيل يكون ايفن. ومستحيل كمان الصم بتاع الديجيتس تبقى في تيبل 3. يعني مثلا ال 4 وال 1 5، هل في تيبل 3؟ لا. طب لو كانت في تيبل 3؟ لو كانت في تيبل 3 يبقى ديفيزبل اوفر 3، هتبقى ال 3 فاكتور. يبقى كل دول لو عملنا صم للتو ديجيتس دول مستحيل ابدا يدينا نمبر في تيبل 3. يلا نجرب، 7 و 1 8 مش في تيبل 3، 7 و 3 10 مش في تيبل 3، 7 و 9 16 مش في تيبل 3. تمام. طيب المجموعه دي انا عايزكم تحفظوها كويس وتعرفوها، لانه هيجي يقول لنا اكتبوا البرايم نمبرز مثلا من اول التو لحد ال 50، يبقى نكتب كل دول لحد هنا لحد ال 47 بس، لازم نعرفهم كويس. تعالوا نشوف جزئية تانية مهمة قوي، اللي هي الفاكتورايزيشن. يعني ايه كلمة فاكتورايزيشن؟ كلمة فاكتورايزيشن يعني النمبر ده البرودكت اكتبه في صورة فاكتورز. يعني لما اقول لك ان 36 equal 4 times 9، انا عملت ايه؟ انا عملت فاكتورايزنج للنمبر، يعني النمبر حولته الفاكتورز، جبت الفاكتورز بتوعه. يبقى لما يجي يقول لي عايزين نفاكتورايز ال 36 نعمل ايه؟ نكتبها له في صوره فاكتورز، نكتب كل الفاكتورز بتوعه اللي هم الفاكتورز بير. يبقى احنا اتفقنا ان الحركه دي اسمها فاكتورايزيشن، لكن اللي احنا عايزينه في الدرس ايه؟ احنا عايزين نعمل فاكتورايزيشن للبرايم فاكتورز بتوعه. اي نمبر يا اولاد؟ النمبر ده ليه حاجه اسمها برايم فاكتورز. ايه البرايم فاكتورز دول؟ هل ال 18 برايم؟ لا مش برايم. هل ال 12 برايم؟ لا مش برايم. ال 2 برايم وال 3 برايم. بنعمل ايه بقى؟ لو انا عندي قلنا مثلا 2 تايمز ال 18، ناخد ال 18 نبتدي نكسرها. ال 18 عباره عن ايه؟ عباره عن 2 تايمز مين؟ تايمز ال 9. ال 2 دي برايم اسيبها، هل ال 9 برايم؟ لا مش برايم. عباره عن ايه ال 9؟ عباره عن 3 تايمز ايه؟ تايمز 3. ايه اللي انا وصلت له بقى؟ ال 36 لما جيت افكها حصل ايه؟ طلعت منها 2
وطلعت منها another 2 وطلعت منها 3 وطلعت منها 3. المجموعة دي بنسميها البرايم فاكتورز بتاعت ال 36 اللي هم مين؟ 2 و2 و3 اند ايه؟ اند 3. هنا خدوا بالكم بنكرر، مش هينفع نقول مثلا ال 2 وال 3، لا، البرايم فاكتورز بتوع ال 36 المجموعه دي اللي هم لو عملنا لهم كلهم برودكت يدوني ال 36 تاني. هو ده المقصود بكلمه فاكتورايز النمبر 36 تو اتس برايم فاكتورز. ومن هنا نتنقل يا اولاد لتعريف مهم قوي، يعني ايه فاكتورايزنج النمبر تو اتس برايم فاكتورز؟ لما اجي اقول لك كده فاكتورايز النمبر تو اتس برايم فاكتورز هتعمل ايه؟ المفروض هتكتب النمبر in the form of a product of prime factors only. يعني لما اقول لك مثلا ال12 اعمل لي ليها factorizing للبرايم فاكتورز بتوعها، ما تجيش تقول لي يا مستر هي عبارة عن 3 times ال4، اقول لك لا، ال4 مش برايم نمبر، ال3 برايم فاكتور لان ال3 برايم. طب اعمل ايه في الفور؟ تقول لي الفور دي ممكن تبقى 2 تايمز ايه؟ تايمز 2. يبقى مين هم البرايم فاكتورز بتوع ال 12؟ ال 3 والفور دي اتكسرت بقت 2 اند ايه؟ اند انذر 2. يبقى البرايم فاكتورز بتوع ال 12 عباره عن 2 و2 اند 3. مين دول بقى؟ دول اللي لو اتعمل لهم برودكت يديني مين؟ يديني النمبر اتسلف. يعني لو عملنا 2 تايمز 2 تايمز 3 ترجع تاني مين؟ لل 12. طب ايه هي الطريقه اللي هنستخدمها عشان نوصل بالنمبر للبرايم فاكتورز بتوعه؟ اول طريقه عندي اسمها الفاكتورز تري، زي اللي انا عملتها دي بالظبط اللي هي الشجره. يعني ناخد مثلا مثال على ال 36، عايزين نشوف البرايم فاكتورز بتوعه. هو ليه كام فاكتور؟ فاكتورز كتيره. ناخد مثلا ال 4 تايمز ال 9. هل ال 4 برايم؟ يبقى لازم اكسر ال 4 دي، تتكسر لكام؟ 2 تايمز 2. طالما وصلنا لبرايم فاكتورز نقف. طب ال 9 اعمل فيها ايه؟ 3 تايمز 3. يبقى مين هم البرايم فاكتورز لل 36؟ 2 و2 و3 و3. طيب ممكن طالب تاني يقول ال 36 انا هعتبرها 6 باي 6، ينفع ال 6 نسكت عليها؟ دي مش برايم، يبقى لازم نحولها لبرايم فاكتورز. ازاي؟ ال 6 عباره عن 2 تايمز 3 وال 6 الثانيه 2 تايمز 3. احنا عارفين ان ال 2 وال 3 برايم نمبرز، يبقى انا لما اوصل للشكل ده مش هعرف اكسر تاني. لما نيجي نبص دول نلاقي دول هم دول بالظبط. طيب لو جينا خدنا ان ال 36 equal 2 times 18، ال 2 زي ما هي مفيش فيها اي تغيير. طب ال 18 عباره عن 3 times ال 6، ال 3 خلاص ماليش دعوه بيها لان هي برايم. ناخد ال 6 نكسرها ل 2 times 3 يطلعوا زي دول ايه؟ بالظبط. دي اسمها طريقه الشجره، اقعد كده اكسر في الفاكتورز لحد ما اوصل للبرايم نمبرز. نيجي بقى للطريقه الثانيه واللي احنا هنعملها كتير. ايه الطريقه الثانيه دي بقى؟ ابتدي اعمل ديفيجن، اعمل ديفيجن على البرايم فاكتورز بالترتيب. يعني هنعمل خط كده ونحط ال 36 كده، دي اللي انا عايز اشوف البرايم نمبرز بتاعتها. اولها ايه؟ ال 36 اولها ايه هنا؟ اولها ايفن. طالما اولها ايفن يبقى انا متاكد ان هي هيتعمل لها ديفيجن باي 2. يبقى نحط هنا كده 2 ونقول 36 ديفايدد 2. نعملها ازاي؟ 3 divided 2 يديني 1، ويبقى كام؟ يبقى 1، يتحط جنب ال 6 تبقى 16. 16 divided 2 يديني 8. نيجي نبص هنا ال 18 اولها ايه؟ اولها even. طول ما انا شايف اولها even اعمل divided 2. 18 divided 2 يديني كام؟ تمام، يديني 9. ها ال 9 في تيبل 2؟ لا طبعا، ال 9 اولها اود، ال 9 ده اود، يبقى ما ينفعش باي 2. يبقى نسيب ال 2 بقى ونطلع نعمل ديفيجن باي 3. طيب 3 باي 3 ينفع؟ 3 ديفايدد 3 يديني كام؟ يديني 3. طيب نيجي نشوف ال 3 دي، اوعى تقول لي بقى باي 2، خلاص ال 2 خلصت مش هنعمل باي 2 تاني.
لان احنا طلعنا لل 3 دلوقتي. طيب 3 هنا يبقى divided كام؟ divided another 3 يديني كام؟ يديني 1. اول ما اوصل لل 1 يبقى انا خلصت. طب مين هم بقى البرايم فاكتورز اللي بدور عليهم؟ هم دول ال 2 وال 2 وال 3 وال 3. يبقى هم دول البرايم فاكتورز بتوع ال 36. يعني ايه؟ يعني لو عملنا لهم كلهم تايمز يطلع معايا ال 36. تعالوا مع بعضينا نشوف الاكسرسايز اللي على الليسون. اول حاجه بيقول لي كومبليت ويز برايم نمبر اور نون برايم نمبر، برايم ولا مش برايم. اول حاجه عندي ال2، ال2 طبعا عارفين ان هو اول البرايمز، السمولست برايم، يبقى ال2 از برايم. ال4، ال4 ده ايفن، اي ايفن نمبر في الدنيا ما عدا ال2 يبقى نون برايم على طول. ال1 هل ال1 برايم؟ قلنا لا، قلنا ال1 نون برايم. طيب ال5 برايم، ال6 نون برايم، ليه؟ عشان ايفن. ال7 برايم، ليه برايم؟ عشان ما فيش غير 1 تايمز 7 بس هو اللي يديني 7. ال9 نون برايم، ليه نون برايم؟ عشان عندي 3 تايمز 3 يديني 9. ال11 برايم، ال12 نون برايم، ليه نون برايم؟ عشان ايفن، وطالما ايفن ينفع معايا 2 تايمز حاجه. هنا 2 تايمز كام؟ 2 تايمز 6. ال13 برايم، 16 نون برايم، ليه نون برايم؟ عشان ايفن، واللي اوله ايفن ينفع معايا 2 تايمز حاجه. هنا 2 تايمز كام؟ 2 تايمز 8. طيب 23 برايم. يلا اللي بعد كده، رايت الفاكتورز اوف ايتش نمبر زين ديتيرمين اف اتس برايم اور نون برايم از ان ذا اكزامبل. هنا الفاكتورز اوف 11 1 و 11 يبقى هو برايم. الفاكتورز اوف 8 اهم 1 و 2 و 4 و 8 يبقى نون برايم، لان لازم يكون ليه 2 فاكتورز بس عشان يكون برايم. يلا ال 7، الفاكتورز اوف ال 7 ار ايه؟ ار 1 اند 7. وطالما ال 1 والنمبر اتسلف يبقى ال 7 از ا برايم نمبر. الفاكتورز اوف ال 16، ال 16 كانت بتيجي منين؟ 1 تايمز 16 وال2 تايمز 8 وال4 تايمز 4. لازم نحفظ التيبلز يا اولاد كويس جدا. يبقى الفاكتورز بتاعت ال16 عباره عن ايه؟ 1 وال2 وال4 مش هنكررها وال8 اند ال16. يبقى ال16 مالها؟ از ا نون برايم نمبر، نون برايم نمبر. يلا اللي بعديها، الفاكتورز اوف ال 31، ال 31 لو جيت تدور مش هتلاقي ان هو في التيبل خالص، ما بيجيش الا من 1 تايمز 31. يبقى الفاكتورز بتوعه ال 1 اند ال 31، يبقى ال 31 از ايه؟ ا برايم. يلا اللي بعديها، ال 27 كانت بتيجي منين؟ 1 تايمز 27 وموجودة في تيبل 3، 3 تايمز ايه؟ 3 تايمز 9. يبقى الفاكتورز بتوعها مين؟ ال 1 وال 3 وال 9 اند ال 27. يبقى ال 27 ايه؟ نون برايم. نيجي هنا ال 39، ممكن واحد يقول لي يا مستر هي ممكن تكون برايم؟ اقول لك اعمل سم للديجيتس، 9 بلس 3 يديني 12، وال 12 دي في تيبل 3، يبقى مستحيل دي تكون برايم ابدا. دور عليها كويس، تيجي 1 تايمز 39 وتيجي 3 تايمز 13، يبقى الفاكتورز بتوعها 1 و 3 و 13 اند 39، يبقى على طول نون برايم.
ال 47 ملهاش فاكتورز خالص غير ال 1 and ال 47. يبقى ال 47 is a prime number. طيب يلا نشوف هنا exercise 3 بيقول لي factorize two prime factors as in the example. الاكزامبل بدأنا بال 30. ال 30 عبارة عن 5 times كام؟ times ال 6. ال 5 prime سيبناها زي ما هي. ال 6 not prime. نبتدي نجزأها، نطلع البرايم فاكتورز اللي جواها اللي هم ال 2 وال 3. وبكده يبقى ال 30 عبارة عن 2 تايمز 3 تايمز 5. هم دول البرايم فاكتورز بتوعها. طب يلا ال 12 6 تايمز كام؟ 6 تايمز 2. ال 6 برايم ولا نوت؟ نوت برايم. مين اللي جواها؟ جواها 2 تايمز 3. وال 2 دي تنزل زي ما هي. يبقى البرايم فاكتورز لل 12 ار ايه؟ 2 وانذر 2 اند 3. اللي بعديها ال 18. ال 18 عباره عن ايه؟ 9 تايمز 2. وال 9 عباره عن ايه؟ 3 تايمز 3. وال 2 زي ما هي مش هينفع تتكسر. دول برايم؟ اه برايم. يبقى احنا كده خلصنا. يبقى البرايم فاكتورز لل 18 عباره عن ايه؟ عباره عن 3 و 3 و 2. تاخدهم من الصغير للكبير يعني 2 و 3 اند ايه؟ اند 3. طب يلا ال 60 عبارة عن 6 تايمز كام؟ اللي حافظين التيبل 6 تايمز 10. ال 6 برايم ولا نوت؟ نوت برايم. لما نيجي نجزأها لبرايم تدينا ايه؟ تدينا 2 تايمز 3 وال 10 تدينا 2 تايمز 5. يبقى مين هم البرايم فاكتورز لل 60؟ 2 و2 و3 اند 5. يلا اللي بعد كده 48. 6 تايمز كام؟ 6 تايمز 8. ال 6 عبارة عن ايه؟ عبارة عن 2 تايمز 3. وال 8 عبارة عن ايه؟ عبارة عن 4 تايمز 2. مين هنا اللي ممكن يتكسر تاني؟ ال 4. يبقى نزل ال 2 دي زي ما هي وال 3 زي ما هي وال 4 دي تبقى 2 تايمز 2 وال 2 دي تنزل زي ما هي. يبقى مين هم الفاكتورز بتوع 48؟ 2 و2 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 اند ايه؟ اند 3. يلا هنا 56 7 تايمز ال 8. ال 7 برايم زي ما هي. ال 8 عبارة عن 4 تايمز 2. ال 2 زي ما هي وال 7 زي ما هي عشان برايم. ال 4 عبارة عن 2 تايمز 2. يبقى مين هم البرايم فاكتورز لل 56؟ 2 و2 و2 اند 7. يلا نعمل فاكتورايزيشن بطريقة الديفيجن، ودي تهمني قوي تعرفوها. ال 24 عايزين نعمل لها فاكتورايزيشن. انا شايفها ايفن ولا اود؟ ايفن. اولها هو ايفن، يبقى على طول وانا مغمض احط هنا 2 واقول 24 ديفايدد 2. نعملها ازاي؟ بنعمل ديفيجن من الليفت. مين الديجيت اللي على الليفت؟ ال 2. 2 ديفايدد 2 يديني 1. 4 ديفايدد 2 يديني كام؟ يديني 2. طيب اعمل ايه بعد كده؟ اخد ال 12 اعمل لها ديفيجن. انا شايف اولها ايه؟ ايفن، يبقى افضل برضو اعمل على 2. يبقى احط هنا 2. 12 ديفايدد 2 يديني كام؟ يديني 6. ال 6 ايفن ولا مش ايفن؟ ايفن. يبقى احط هنا 2 على طول واقول 6 ديفايدد 2 يديني كام؟ ايه باي 2 يديني 6؟ 3. طيب نخش على مين بعد ال 2؟ نخش على البرايم اللي بعده اللي هو ال 3. يبقى 3 ديفايدد 3 يديني 1. يبقى هم دول البرايم فاكتورز. يبقى ال 24 عباره عن 2 تايمز 2 تايمز 2 تايمز 3. يلا هنا ال 16 ايفن، يبقى نحط هنا 2. ايه باي 2 يديني 16؟ ال 8. ال 8 دي ايفن ولا مش ايفن؟ ايفن. يبقى احط 2 هنا على طول. 8 ديفايدد 2 يديني 4. ال 4 ايفن، يبقى نعمل 2. 4 divided 2 يديني 2. ال 2 even، يبقى نحط 2 على طول. 2 divided 2 يديني 1. يبقى هم دول البرايم فاكتورز. يعني ال 16 بتيكوال ايه؟ 2 تايمز 2 تايمز 2 تايمز 2. يلا ال 10 even ولا مش even؟ even. يبقى نعمل divide كام؟ divided 2. 10 divided 2 يديني كام؟ يديني 5. نبص بقى هنا بقى. أول ما يطلع لي هنا برايم، لو طلع لي هنا برايم يبقى على طول اعمل ديفايد اتسلف.
يعني ال 5 اقول divided 5، لو طلع لي 7 يبقى divided 7، زي ما هنا طلع لي 3 عملت divided 3، لو طلع لي 11 يبقى divided 11. يبقى اول ما يطلع برايم اعمل divide النمبر على طول، يبقى 5 divided 5 يديني 1. مين هم البرايم فاكتورز؟ ال 2 وال 5. يبقى 10 equal 2 times 5. نيجي اللي بعديها 42، اولها ايه؟ اولها even، حط 2 على طول. يلا 4 divided 2 يديني 2، و 2 divided 2 يديني 1. 21 اولها ايه؟ اولها اود، يبقى ما ينفعش اخد 2 خلاص ومش هاخدها تاني، يعني مش هينفع اخد ال 2 تاني. مين بقى البرايم اللي بعد ال 2؟ ال 3. نشوف يلا، هل ال 21 divisible by 3؟ دي موجودة في تيبل 3، يبقى نعمل لها divided 3. 21 divided 3 يديني كام؟ يديني 7. ايه ده 7؟ وانا عارف ان ال 7 برايم، يبقى على طول احط هنا 7 على طول، يبقى هعمل 7 divided 7 يديني كام؟ يديني 1. يبقى انا كده خلصت. مين هم البرايم فاكتورز دول؟ يبقى انا عندي ال 42 عبارة عن 2 times 3 تايمز 7. يلا ال 26 شايفين اولها ايه؟ اولها ايفن، يبقى نعمل ديفايدد 2 على طول، يديني كام؟ 2 ديفايدد 2 يديني 1، 6 ديفايدد 2 يديني 3. ايه ده؟ ده ال 13 برايم، يبقى انا على طول لازم اعمل ديفايدد 13 عشان يديني 1 على طول. يبقى مين هم البرايم فاكتورز؟ ال 2 وال 13. يبقى 26 بتيكوال 2 تايمز الايه؟ ال 13. نيجي اللي بعديها 81، اولها ايه؟ اولها اود، يبقى ما ينفعش اخد 2 خالص. مين اللي بعد ال 2 في البرايم؟ اللي بعديها 3. نجرب، هل ال 81 ديفيزبل باي 3؟ يلا نعمل سم للديجيتس 8 و1 يديني 9. يبقى تنفع، يبقى احط هنا 3 وانا مطمن. يلا نعمل ديفيجن 8 divided 3 يديني كام؟ ايه اقرب حاجه في تيبل 3 توصلني لل 8؟ 3 تايمز 2 ايكوال 6، يبقى هنا يديني 2. يبقى كام من ال 6 عشان اوصل لل 8؟ يبقى 2، احط ال 2 هنا، تبقى هنا 21. 21 divided 3 اللي حافظ التيبل هيقول لي 7 يا مستر، اقول له برافو عليك. يلا 27، اوعى تقول لي اخد 2، 2 مش هناخدها تاني خالص. طب ال 27 في تيبل 3؟ يبقى نعمل divided 3 يديني كام؟ يديني 9. ال 9 في تيبل كام؟ في تيبل 3، يبقى نعمل divided 3 يديني 3. اول ما اوصل لبرايم اعمل divide itself يديني 1. يبقى هم دول الفاكتورز بتوعي. يبقى ال 81 عباره عن 3 تايمز 3 تايمز 3 تايمز 3. يلا 120، اولها ايه؟ اولها 0 يعني even، يبقى نعمل divided 2. 12 divided 2 يديني 6، طبعا 1 divided 2 ما ينفعش، اخد ال 2 تساعده، يبقى 12 divided 2 يديني 6، و 0 divided 2 يديني 0، اولها 0 نعمل برضو divided 2. 6 divided 2 يديني 3، 0 divided 2 يديني 0، اولها 0 برضو نعمل divided 2. 3 divided 2 يديني 1، ويبقى 1 نحط ال 1 جنب ال 0. 10 divided 2 يديني 5. ها 15 اولها اود، يبقى انسى ال 2 خالص، مش هناخد 2 خالص، خش على اللي بعده. مين اللي بعده؟ 3. 15 في تيبل 3، يبقى نعمل لها division over 3 يديني كام؟ يديني 5. وال 5 دي برايم صح ولا لا؟ طالما وصلنا لبرايم اعمل على طول divide للبرايم نفسه يديني 1. يبقى هم دول الفاكتورز البرايم بتوع ال 120. يبقى 120 equal كام؟ 2 times 2 times 2 times 3 times 5. يلا اللي بعد كده 96، اولها even يبقى divided 2. 9 divided 2 يديني 4. 4 divided 2 يديني 8، يبقى كام عشان اوصل 9؟ يبقى 1. 16 divided 2 يديني 8، اولها even يبقى divided 2. 2 divided 2 يديني 2، و 8 divided 2 يديني 4، اولها even يبقى نعمل برضه divided 2. 2 divided 2 يديني 1، 4 divided 2 يديني 2، 12 برضك نعمل divided 2 يديني 6،
divided 2 يديني 3. اول ما اوصل لل 3 اعمل divided 3 على طول يديني 1. يبقى مين هم البرايم؟ يبقى 2 تايمز 2 تايمز 2 تايمز 2 تايمز 2 تايمز ايه؟ تايمز 3. يلا نشوف ال 84 اولها ايفن يبقى نعمل 2 على طول. 8 divided 2 يديني 4. 4 divided 2 يديني 2. اولها ايفن يبقى برضو نعمل divided 2. 4 divided 2 يديني 2. 2 divided 2 يديني 1. يلا 21 خلاص ننسى ال 2 بقى عشان اولها اود. نخش على مين؟ على 3 لان ال 21 في تيبل 3. 21 divided 3 يديني كام؟ يديني 7. ايه ده؟ ال 7 برايم. يبقى على طول نعمل divided 7 يديني 1. خلصنا. يبقى ال 84 مين هم البرايم فاكتورز بتوعها؟ 2 تايمز 2 تايمز 3 تايمز 7 اللي هم دول. يلا ال 72 اولها ايفن يبقى divided 2. 7 divided 2 يديني كام؟ يديني 3 يبقى 1. 12 divided 2 يديني 6 اولها ايفن divided 2. 3 divided 2 يديني 1 ويبقى 1. ال 1 جنب ال 6 يبقى 16. 16 divided 2 ها ايه اللي في تيبل 2 يديني 16؟ ال 8 برافو. ال 18 اولها ايه؟ اولها ايفن يبقى نكمل برضو divided 2. 18 divided 2 يديني 9. خلاص اول نطلع ال 9 نحفظ بقى ال 9 division over 3 على طول تديني كام؟ تديني 3. وال 3 دي divided 3 يديني 1. يبقى مين هم الفاكتورز دول؟ يبقى 2 times 2 times 2 times 3 تايمز 3. نيجي هنا ال 51 اولها اود يبقى ما ينفعش ناخد 2 خالص. طيب ينفع تعملها ديفيجن باي 3؟ نشوف نعمل تيست. الرول بتقول لي ايه؟ اعمل صم للديجيتس 516 موجوده في تيبل 3 يبقى احط هنا 3 وانا مطمن لان ال 51 ديفيزبل باي 3. 5 ديفايدد 3 يديني كام؟ يديني 1. يبقى كام؟ يبقى 2. نحطها جنب ال 1 كده. 21 divided 3 يديني كام؟ يديني 7. ال 17 بقى برايم يبقى على طول احط هنا 17 ويديني 1. يبقى مين هم الفاكتورز؟ 3 تايمز 17. يلا اللي بعد كده بيقول لي هنا ال 1 is the smallest prime number. غلط طبعا، احنا قلنا ان ال 2 هو اللي smallest. هنا all prime numbers are odd. الكلام ده صح؟ لا غلط طبعا. في عندنا ال 2، ال 2 دي even. اللي بعد كده it is possible to get a prime number divisible by 7 and 11 at the same time. ينفع الاقي برايم divisible by 7 و 11 at the same time؟ لا طبعا. هو لو divisible by ده وده at the same time يبقى هما الاثنين فاكتورز ليه، واحنا اتفقنا مالوش غير ال 2 فاكتورز بس، ال 1 لازم يكون واحد منهم، يبقى دي غلط. النمبر 21 برايم؟ لا طبعا مش برايم، ده في تيبل 3. The numbers 1 3 5 and 11 are all prime numbers. ناخد بالنا ال 3 وال 5 وال 11 برايم، لكن ال 1 نوت برايم. اوعى تفتكر ال 1 معاهم، يبقى دي كده ايه؟ دي رونج. هنا a prime number is a whole number that has more than two factors. ينفع ولا ده الكومبوزيت؟ ده الكومبوزيت نمبر، لكن البرايم ليه only two factors، يبقى دي غلط. The number 101 is a prime number. نشوف انا عندي دلوقتي هل هو even؟ لا مش even، يبقى ما ينفعش يتعمل له division over 2. طيب هل ينفع يتعمل له division over 3؟ نعمل sum لل 1 وال 1 يبقى 2. ما ينفعش، ما نجربش على 4 لان هو لو divisible over 4 يبقى divisible over 2. وبالنسبة لل 5 اوله 1 ما ينفعش. طب بالنسبة لل 7 برضو ما ينفعش، مش في table 7 لان هنا 10 divided 7 يديني 1 ويبقى 3. 31 divided 7 not divisible. طيب بعد كده ناخد ال 11. 11 times 9 99. ولما ناخد ال 13 برضو مش هينفع، وعلى ال 17 مش هينفع، وبالتالي ال 101 هيبقى برايم.
نيجي اللي بعدها، النمبرز 2 و3 و7 ار البرايم فاكتورز اوف 42. نشوف هل هم برايمز. اه ال2 وال3 وال7 برايم. طب تعالوا نعمل لهم تايمز 2 تايمز 3 از 6 تايمز 7 42. يبقى فعلا هم البرايم فاكتورز ال42. البرايم فاكتورز اوف ال48 ار 4 اند 3. ينفع؟ هي ال4 اصلا برايم؟ يبقى طبعا غلط. اللي بعديها البرايم فاكتورز لل20 ار 4 اند 5. ما ينفعش طبعا لان ال4 عندي مش برايم، يبقى دي غلط. البرايم فاكتورز لل22 2 اند 2. لا مش 2 اند 2 طبعا، 2 اند 11، يبقى دي غلط. نيجي اللي بعد كده، تشوز ذا كوركت انسر بتوين براكتس. ايه از ا برايم نمبر؟ ال19. The smallest prime number is a. هتتكرر كتير قوي. ال2. اللي smallest odd prime. odd. هل ال1 ولا 3؟ ال1 اصلا مش معانا، يبقى 3. يبقى اللي smallest odd prime is 3. البرايم نمبر between 44 و 50. ايه هو؟ مين في دول عمرك انت ما شفته قبل كده في التيبل؟ ال 47. طيب هنا ايه isn't a prime؟ مين هنا مش برايم؟ ال 3 برايم وال 5 برايم. ال 1 هو اللي مش برايم. طيب ايه is a prime number؟ 97 ولا 201 ولا 111؟ اولا 201 الصم بتاعهم 3 وده في تيبل 3. ال 111 ال 1 بلس ال 1 بلس ال 1 يدينا 3، وال 3 في تيبل 3، يبقى ده ما ينفعش يبقى برايم وده ما ينفعش يبقى برايم. طيب 97 الصم بتاعهم 16، لا مش في تيبل 3 واولها ايفن، يبقى مش في تيبل 2. لما هنيجي نشوف هنلاقي ان 97 هو اللي برايم. طيب ايه نون برايم؟ نون برايم يبقى اكيد اوله ايفن، لا مفيش هنا اوله ايفن، يبقى اكيد في تيبل 3. مين هنا ينفع في تيبل 3؟ 2 بلس 1 از 3 بلس 3 يبقى 6، يبقى ده ديفيزبل باي 3، يبقى ده نون برايم. تاني 3 و 2 و 7 ار برايم فاكتورز اوف ايه؟ نعمل لهم هم كلهم تايمز، يبقى 3 تايمز 2 تايمز 7. 3 تايمز 2 يديني ايه؟ يديني 6. 6 تايمز 7 يديني كام؟ 42. هنا 2 و 5 و 7 ار برايم فاكتورز اوف ايه؟ نعمل لهم تايمز 2 تايمز 5 تايمز 7. 2 تايمز 5 10. 10 تايمز 7 70. هنا 2 5 و13 برايم فاكتورز لمين؟ نعمل لهم على طول كلهم برودكت، يبقى 2 تايمز 5 تايمز 13. 2 تايمز 5 10. 10 تايمز 13 130. هنا النمبر 108 از ديفيزبل باي 2 برايم نمبرز 3 اند مين؟ طبعا الشاطر هيقول لي ده مستر اوله ايفن، يبقى على طول لازم نختار 2. اكسرسايز 7 بيقول لي كومبليت is the only even prime number. قلت لكم دي هتجيلكم كتير قوي، اللي هو مين ال only even prime؟ اللي هو ال 2. هنا ال prime number has two factors، مين هما؟ ال 1 and the number itself. هنا ال 1 is not a prime number because ايه؟ ليه ال1 مش برايم؟ احنا قلنا البرايم لازم يكون ليه 2 فاكتورز. طب ال1 ليه كام فاكتور؟ جاست 1، لان ال1 ايكوال 1 تايمز ال1، يبقى هو ليه فاكتور واحد بس، يبقى بيكوز ات هاز 1 فاكتور اونلي. نيجي اللي بعد كده، the two digit prime number which is less than 13. مين هو؟ تمام ال 11. ال prime numbers between 60 and 70 are a. مين شاطر حافظ التيبل يقول لي مين النمبرز اللي in between مش موجوده في التيبلز؟ 61. طبعا اوعى تقول لي 62 واوعى تقول لي 64 وما ينفعش تقول لي 66 و 68 لان كلهم even. البرايم يعني انت بتدور في الاودز بس. 61 طب 63 لا موجوده 7 تايمز 9. طب 65 اولها 5. كل الاود نمبرز اللي اولهم 5 ابعد عنهم لان هم ديفيزبل باي 5.
ما ينفعش يبقى برايم ابدا، ما ينفعش تلاقي برايم ابدا ابدا يبدا ب0 او ب5. طيب 67 مش موجوده، 67 فعلا برايم. طب 69 لا، 69 لما تيجي تعمل صم للديجيتس يطلع 15، موجوده في تيبل 3. يبقى هنا البرايم مين؟ 61 و67. اللي بعديها النمبر 37 هاز نقط فاكتورز از اتس نقط نمبر 37 ده برايم، يبقى هاز تو فاكتورز از اتس ا برايم نمبر. طيب النمبر 15 لا ده نوت برايم، از نقط نمبر بيكوز ات هاز كذا فاكتور. ال 15 1 تايمز 15 و 3 تايمز 5، يعني ليه كام فاكتور؟ 4 فاكتورز. يبقى بنسميه ايه نمبر؟ يا اما تكتب نون برايم يا اما تكتب كومبوزيت. يعني نكتب كومبوزيت يعني نكتب نون برايم. اللي بعديها the prime factors of 14 are a and a، هي ال 14 يا اولاد مش عباره عن 2 تايمز 7 وال 2 7 الاثنين برايم، يبقى البرايم فاكتورز ال 14 عباره عن ايه؟ عباره عن 2 اند 7. اي ايفن نمبر لازم تلاقي في البرايم فاكتورز بتوعه 2. تاني اي ايفن نمبر لازم تلاقي في البرايم فاكتورز بتوعه 2. هنا البرايم فاكتورز اوف ال 19 ار ايه؟ ناخد بالنا هو بيقول لك البرايم فاكتورز، هي ال 19 دي عباره عن ايه؟ ال 19 ده اصلا برايم، يعني 1 تايمز ال 19. طب احنا بنقول برايم ما ينفعش نختار ال 1 في البرايم، يبقى هنا نكتب ايه؟ 19. اللي بعديها البرايم فاكتورز اوف ذا نمبر 60 وزود ريبيتيشن ار ايه؟ ال 60 عباره عن ايه؟ عباره عن 6 تايمز 10. ال 6 دي يعني 2 تايمز 3 وال 10 2 تايمز 5، يبقى 2 و 3 اند 5. اللي بعديها السمولست نمبر هوز برايم فاكتورز ار دول از ايه؟ نعمل تايمز على طول، اعمل ده تايمز ده تايمز ده تايمز ده. نعملهم ازاي؟ ناخد الاول ال 2 مع ال 5 عشان يدونا كام؟ يدونا 10. وناخد ال 3 مع ال 11 نعمل لهم تايمز يدونا كام؟ 33. وبعد كده نقول 10 تايمز 33 يدي كام؟ 330. هنا the greatest factor of the number ده is ايه؟ ناخد بالنا هو بيقول لي greatest factor ولا greatest prime factor؟ لا بيقول لي greatest factor. طب انا عارف ان النمبر ده بيكوال 1 تايمز 72 وال 72 بنعتبرها فاكتور، يبقى اكبر فاكتور عباره عن ايه؟ ال 72. هنا ال greatest prime factor of the number ده، يبقى لازم نعمل للنمبر ده كده نعمل له factorization. 28 divided 2 2 divided 2 يديني 1 8 divided 2 يديني 4. بعد كده نعمل divided 2 يديني 7 divided 7 يديني 1. ها مين اكبر برايم فاكتور؟ ال 7، يبقى نكتب 7. اللي بعديها السمولست فاكتور اوف ذا نمبر ده از ايه؟ خد بالك احنا بنقول سمولست فاكتور ولا سمولست برايم؟ سمولست فاكتور. واي نمبر عباره عن ايه؟ 1 تايمز النمبر، يبقى از 1 على طول. اللي بعديها 105 هاز نقط برايم فاكتورز، لازم نعمل كده 105 ديفايدد 2 ما ينفعش، ديفايدد 3 ينفع عشان الصم بتاعهم 6 في تيبل 3، يبقى نعمل هنا 3. 1 ديفايدد 3 ما ينفعش، ناخد ال 0 تساعد ال 1. 10 ديفايدد 3 يديني 3 يبقى 1. 15 ديفايدد 3 يديني 5. نيجي نشوف 35 مش في تيبل 3، يبقى لا ينفع لا 2 ولا 3، نخش على البرايم اللي بعده اللي هو 5 اولها 5، يبقى نعمل ديفايدد 5 يديني كام؟ يديني 7. ديفايدد 7 يديني 1. يبقى ال 105 ليها كام برايم فاكتورز؟ ليها 3. مين هم ال 3؟ ال 3 وال 5 وال 7. احنا في واحده نسيناها هنا، ال smallest برايم فاكتورز اوف ذا نمبر 42 از ايه؟ احنا قلنا ان ال 42 كان جاي لنا فوق، كان هم 2 و 3 و 7، يبقى ال smallest برايم از ايه؟ از 2.
نيجي هنا البرايم نمبر هو السم اوف اتس فاكتورز از 6 ايكوال ايه؟ السم اوف اتس فاكتورز واضح ان عايز حاجتين السم بتاعهم ايه؟ 6. واضح ان هو 1 تايمز 5 يديني 5، يبقى ال 5 هو البرايم نمبر اللي السم بتاع التو فاكتورز يديني 6، يبقى هنا 5. اكسرسايز 8 اندرلاين ذا برايم نمبرز، عايزين نحط لاين تحت البرايم نمبرز، طبعا ال 2 برايم، ال 7 برايم، 25 لا عشان اوله 5، 29 برايم طبعا ده ايفن يبقى مش برايم، ال 57 5 بلس 7 يديني 12، يبقى ال 57 از ديفيزبل باي 3 يبقى طبعا نون برايم. نيجي هنا 58 اوله ايه؟ اوله ايفن يبقى مش برايم. هنا 87 ال 8 بلس 7 15 يبقى مش برايم. 91 طبعا ال 1 اود يبقى مش هينفع اوفر 2. الديفيجن اوفر 3 تيست 9 بلس 1 يديني 10 يبقى مش تيبل 3. نجرب ال 5 ما ينفعش، احنا بنجرب دايما على البرايمز. طب نجرب ال 7 9 ديفايدد 7 يديني 1 ويبقى 2. 21 ديفايدد 7 يديني 3، يبقى ده ديفيزبل اوفر 7 يبقى مش برايم. 102 اوله ايفن مش برايم. 107 نجرب الاوفر 3 7 بلس 1 يديني 8 يبقى مش في تيبل 3. طبعا 5 ما ينفعش، 7 10 اوفر 7 يديني 1 ويبقى 3، يبقى 37 ديفايدد 7 برضو ما ينفعش. بعد كده ناخد 11 ما ينفعش وال 13 ما ينفعش، يبقى هو ده الايه البرايم. طب 133 divided 2 ما ينفعش، divided 3 3 plus 3 is 6 plus 1 is 7 يبقى ما ينفعش، 5 ما ينفعش. طب مين نجرب over 7، 13 divided 7 يديني 1 ويبقى 6، 63 divided 7 يديني 9، يبقى ده هيشتغل مع 7، يبقى البرايم الوحيد اللي هنا 107. طيب نيجي اللي بعد كده كلهم اود، اولا ده ما ينفعش عشان اوله 5 وده برضو مش برايم عشان اوله 5، بعنينا على طول كده. طيب نيجي هنا 7 بلس 3 يديني 10 بلس 2 12، يبقى ده هينفع اوفر 3. يبقى هنشوف ده ونشوف ده. هنا ديفايدد 3 ما ينفعش لان 1 بلس 9 10 بلس 1 11، 5 ما ينفعش ناخد 7، 19 ديفايدد 7 يديني هنا 2 ويبقى 5، 51 ديفايدد 7 ما ينفعش. طيب ناخد ال 11، ال 11 برضه ما ينفعش لان 19 ديفايد 11 يديني 1 ويبقى 8، 81 ديفايد 11 ما ينفعش. وبالنسبه لل 13 برضه مش هينفع، يبقى هو ده البرايم. نيجي هنا اوفر 3 مش هينفع لان السم 7 اوفر 5 مش هينفع، ديفايدد 7 21 ديفايدد 7 يديني 3 ويبقى 3، 31 ديفايدد 7 مش هينفع، و11 مش هينفع، يبقى ده برضه برايم. نيجي يلا نعمل فاكتورايزيشن. هنا 132 نعملها ازاي؟ نعمل كده اولها ايفن يبقى ديفايدد 2، 13 ديفايدد 2 يديني كام؟ يديني 6، 6 تايمز 2 يديني 12، يبقى كام عشان اوصل لل 13؟ يبقى 1، 12 ديفايدد 2 يديني 6، اولها ايفن نعمل انذر 2 يديني هنا 33، اولها اود ما ينفعش يبقى ناخد اللي بعد البرايم اللي هو ال2. مين هو ال3؟ 33 ديفايدد 3 يديني 11، اول ما اوصل لبرايم اعمل على طول ديفايد الايه البرايم ده، يبقى 11 ديفايدد 11 يديني 1. يبقى مين هم البرايم فاكتورز اللي هنا؟ 2 و2 و3 و11، يبقى 132 هي ايكوال 2 تايمز 2 تايمز 3 تايمز 11. نيجي هنا ديفايدد 2، 11 ديفايدد 2 يديني 5 ويبقى 1، 12 ديفايدد 2 يديني 6، اولها ايفن يبقى ديفايدد 2، 5 ديفايدد 2 يديني 2 يبقى 1، 16 ديفايدد 2 يديني 8، اولها ايفن يبقى نعمل ديفايد 2، 2 ديفايدد 2 يديني 1، 8 ديفايدد 2 يديني 4، 14 ديفايدد 2 يديني 7، 7 divided 7 يديني ايه؟ 1. يبقى مين هم الفاكتورز؟ يبقى 112 هتيكوال معايا 2 تايمز 2 تايمز 2 تايمز 2 تايمز الايه؟ ال 7.
يلا ال 400 divided 2 يديني 200 divided 2 يديني 100 divided 2 يديني 50 divided 2 يديني 25. اولها 5 يبقى نعمل divided 5 لان هي مش تيجي مع ال 3 خالص. divided 5 يديني 5 divided 5 يديني ايه؟ يديني 1. يبقى ال 400 عندي هت equal كام؟ 2 times 2 times 2 times 2 times 5 times ايه؟ 5. يلا اللي بعد كده 702 divided 2 7 divided 2 يديني 3 ويبقى 1 10 divided 2 يديني 5 2 divided 2 يديني 1. ده هنا كده اود ما ينفعش اوفر 2. نشوف ال 3 1 و 5 6 و 3 9 في تيبل 3 اه يبقى نشتغل على ال 3. 3 divided 3 يديني 1 5 divided 3 يديني 1 ويبقى 2 21 divided 3 يديني 7 7 plus 1 يديني 8 plus 1 9 يبقى ينفع يشتغل على 3 كمان. 11 divided 3 يديني 3 ويبقى 2 27 divided 3 يديني 9 الصم بتاعهم 12 يبقى ينفع كمان 3 هنا يديني 1 13 13 برايم يبقى اشتغل على 13 على طول يديني 1. يبقى الفاكتورز بتاعت ال 702 عبارة عن ايه؟ عبارة عن 2 times 3 times 3 times 3 times 13. اللي بعديها divided 2 طبعا عشان اقولها even يديني 444 divided 2 يديني 222 divided 2 يديني 111 اولها اود يبقى خلاص ال 2 ما ينفعش. طب هنا الصم بتاعهم 3 يبقى اعمل division over 3 11 over 3 يديني 3 ويبقى 2 21 over 3 يديني 7 برايم يبقى لازم اعمل divided 37 على طول يديني 1. يبقى انا عندي ال 888 ده بيساوي ايه؟ 2 times 2 times 2 times 3 times 37. يلا هنا اولا ما ينفعش نعمل divided 2 عشان اولها اود. طب نجرب ال 3 5 و 7 12 و 2 14 ما ينفعش يبقى نشتغل على ال 5 عشان اولها 5. 27 divided 5 يديني 5 ويبقى 2 25 divided 5 يديني 5 نعمل برضو 5 يديني 11 نعمل 11 يديني 1. يبقى انا عندي 275 equal معنا 5 times ال 5 times ال ايه ال 11. exercise 10 بيقول لي write all prime numbers which are less than 30. خلاص نكتبهم اولهم ايه وحد يقول لي 1 اولهم 2 وبعد ال 2 3 وبعدين 5 then 7 11 13 بنكتب النمبرز اللي عمرنا ما بنشوفها في التيبل خالص وبعد كده 17 19 20 طبعا even احنا بندور على الاود بس 21 لا 3 times 7 يبقى 23 25 ما ينفعش اي اود اوله 5 ابعد عنه 27 ده في تيبل 3 29 اه مش موجوده في اي تيبل يبقى هم دول الايه النمبرز البرايم اللي less than 30. هنا write all prime numbers which are between 46 و 62 اولهم طبعا ال 47 مش موجود في اي تيبل. ال 49 لا دي في تيبل 7 7 تايم 7 51 الصم بتاعهم يديني 6 في تيبل 3 53 اه 53 ما شفناهاش خالص في اي تيبل والصم بتاعها 8 مش في تيبل 3 55 ابعد عنها عشان اولها 5 57 الصم بتاعهم 12 يبقى في تيبل 3 59 اه 59. طيب 61 الصم بتاعهم 7 اه 61. اللي بعديها write all non-prime numbers which are between 5 وكام و 23. طالما non-prime اكتب كل ال even عندي ال 6 وال 8 وعندي ال 9 non-prime وال 10 وال 12 وال 14 وال 15 وال 16 وال 18
وال 20 وال 21 وال 28 وال 22. يبقى كتبنا كل الايفن وكتبنا بعض الاود اللي هم ايه، اي طبعا اود اوله 5 لازم اكتبه، وال 20 برضك 1 اود عشان ديفيزبل اوفر ايه اس 3. بروبلم 13 بيقول لي two numbers the prime factors of the first are 2 و2 و2 و3 و3 والبرايم فاكتورز اوف السكند ده فايند تو نمبرز. طبعا مسألة سهلة، اجيب اول واحد ازاي؟ اعمل الفاكتورز بتوع تايمز، اعمل لهم برودكت، يبقى 2 تايمز 2 تايمز 2 تايمز 3 تايمز 3 اللي هي هتيكوال 2 تايمز 2 4 4 تايمز 2 يديني 8 و3 تايمز 3 ب 9 8 تايمز 9 72. نيجي هنا السكند نمبر عندي هنا هيبقى 2 تايمز 2 تايمز 2 تايمز 2 تايمز 3. 2 تايمز 2 تايمز 2 يديني 8 و2 تايمز 3 يديني 6 يبقى هتيكوال معانا كام؟ 48. نيجي للمسألة بتاعت السينك اند انسر، بيقول لي اي ام نمبر، انا نمبر formed from four different prime numbers. يعني في كام بليس؟ في عندي four places، ادي اول بليس، ادي البليس الثاني، ادي الثيرد بليس، وادي الفورث بليس. مالهم بقى؟ where my tenth digit، هو ده التنث ديجيت اهو، is the smallest prime number. ناخد بالنا ان هم different. طب مين هم البرايم نمبرز اللي هم one digit؟ عندي ال 2 وعندي ال 3 وعندي ال 5 وعندي ال 7. هو بيقول لي احنا ديفرنت، يعني دول كلهم هيتحطوا هنا، وبيقول لي في التنس انا سمولست يبقى 2. وبعدين ماي هاندردز ديجيت اللي هو ده از ذا سمولست اود برايم. مين اللي سمولست اود؟ اللي هو ده، ان انا عندي الاودز مين؟ 3 و5 و7. يبقى ده هنا كان، يبقى هنا 3. وبعدين بيقول لي and my units digit is divisible by 5. وعشان يكون ال units divisible by 5 هنحط ال 5 ولا ال 7؟ لا، لازم احط ال 5. يبقى ده المكان اللي احط فيه مين؟ ال 7. يبقى النمبر بتاعنا is ايه؟ يبقى the number is $7,325. وبكده يا أولاد يبقى خلصنا الليسون بتاع البرايم نمبرز والفاكتورايزيشن. ليسون مهم، خدنا فيه معلومات جديدة، اتعرفنا على البرايم نمبرز وعرفنا ان كلهم اود ما عدا نمبر واحد بس ايفن اللي هو التو. يا رب تكونوا فهمتوا الدرس كويس، وبالتوفيق لكم ان شاء الله.